ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص واحد من اهم الاسئله المصيريه التي تتعلق بالحياه والحياه الابديه وتتميز المسيحيه احبائي بتلات امور يعني متفرده لا مثيل لها اولا بكتابها هو كتاب الهي ثم بخلاصها هو خلاص إلهي ومخلصها الرب يسوع المسيح المتميز الفريد الذي لا مثيل له. كل الاديان بتتمحور حول التعليم او الطقوس المسيحيه تتمحور حول المسيح المخلص الحي الذي ما زال يعمل حتى هذه اللحظه وهذا السؤال احبائي سؤال في غاية الأهمية سؤال بسيط جدا ولكن يحمل في طياته موضوع هام وموضوع عميق موضوع روحي مهم جدا لكل واحد بشاهدنا في هذا البرنامج ماذا أفعل لكي أخلص والحقيقة أن العالم كله عم بفتش وعم بيبحث عن وسيله خلاص الناس جربت الاديان وجربت السياسه وجربت اشياء كثيره ولكن في بحث في جوع روحي في عطش روحي في كل مكان وهذا السؤال لا احد يستطيع ان يجيب عليه الا شخص واحد وحيد وهو الرب يسوع له كل المجد ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص ابقوا معي حتى اتكلم عن هذا الموضوع ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هذا السؤال وجه من سجان فيليبي والخلفية لهذا الموضوع بولس وسيلا كانوا بيخدموا في منطقة آسيا وكانوا بيزوروا الكنايس ومكتوب في إصحاح 16 من سفر أعمال الرسل الآية خمسة وكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم ولكن حدث شيء مهم أنه الروح القدس منع بولس يتكلم بالكلمة في آسيا وفتح الباب باب جديد في أوروبا وفعلا الرسول بولس أطاع هذا الصوت وذهب إلى أول مدينة في يعني بعد نيابوليس إلى فيليبي فيليبي كانت مستعمرة رومانية في مقاطعة مكدونية في منطقة فيليبي فهناك ابتدأ بالتبشير في اجتماع للنساء والرب فتح قلب ليديا لتصغي إلى مكان يقوله بولس آمنت واعتمدت هي وأهل بيتها والشيء الثاني اللي حدث في فيليبي انه في جاريه بها روح عرافه روح شرير وكانت تضايق بولس والخدام اللي كانوا معاه ولكن بولس الرسول انتهر هذا الروح النجس الشرير وقال له انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في الحال هذه المدن كان جزء من البزنس تبعها هو العرافة فكانوا يجندون الجواري حتى يقوموا بعمل السحر والعرافة ففي كلمات أخرى بولس الرسول دمر البزنس العرافة في هذه المدينة مدينة فيليبي والنتيجة رفعوا قضية على بولس وسجنوا بولس وسيلا ولكن الآتديو بتاع بولس وسيلا كانا يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت الأبواب وانفكت قيود الجميع وطبعا في هذه الحالة بحسب الحكم الروماني أنه الشخص اللي بيفلت منه السجين يعاقب بالاعدام فاراد السجان ان ينتحر ولكن بولس اوقفه وخبره انه هذه اراده الله لا تفعل بنفسك شيء ردي وفعلا اخذهم للبيت غسلهم من الجراح وآثار الضرب وسال هذا السؤال اللي اللي في غايه الاهميه السؤال المصيري وهذا السؤال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أجابا وقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وبالفعل آمن سجان فليبي هو وأهل بيته واعتمد أيضاً واصبح جزء من هذه الكنيسه من كنيسه فيليبي ولكن هذا السؤال مازال يشغل العالم كيف اخلص كيف احصل على الخلاص الكامل ولربما مع بساطه هذا السؤال احبائي الا انه واحد من اهم الاسئله وواحد من اعمق الاسئله لانه كما ذكرت يتعلق بابديتك ومصيرك الا الابدي والسؤال طبعا لماذا احتاج ان اخلص هي لانه بكل بساطه ان الانسان منفصل عن الله والخطيه فصلت بل حجبت طبعا واصبحنا بالطبيعه الخطاء الطبيعه الساقطه الطبيعه المياله الى الى الخطيه وهذا ابتدا احبائي من خطيه ابوينا الاولين ادم وحواء ولكن الله اخذ زمام المبادره والبسهما اقمصه من جلد يعني ابتدات فكره الذبيحه بالايمان لازم يسفك دم حيوان وكان هذا يرمز الى الذبيح الاعظم حتى يفدينا وهذا تم في ملء الزمان بمجيء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولكن الخطيه استشرت وتفشت في البشريه واصبح كل فكر الانسان ملوث وشرير. وطبعا كان في تحذيرات كثيره عبر الازمان وعبر التاريخ فنرى اولا احبائي يعني نتيجه الخطيه انه قايين قتل او ذبح اخوه وهذه صفه الشيطان العنف يقول الكتاب عن الشيطان انه كان ذاك قتالا منذ البدء فابتدات فكره العنف والقتل اللي هي من قاع جهنم اللي مؤسسها واساسها الشيطان وابتدات الخطيه تزداد والعنف يزداد فالله برحمته ومحبته ادان شعوب كثيره وعاقب شعوب كثيره منها كنعان التي استشرت وتفشت الخطيه بكل معنى الكلمه فكان كل تصور الافكار الى مجيء الطوفان واهلك الطوفان كل الارض ما عدا عائله واحده عائله نوح وزوجته واولاده الثلاثه وزوجاتهن وبعد نوح طبعا استمر الوضع وارادوا ان يبنوا برجا يعني بكبرياء ليصلوا الى الله فالله بلبل بل السنتهم وتشتت الناس في كل الارض. منيجي احبائي الى فكره الخطيه انه تفشت واستشرت في منطقه سدوم وعموره. إلى درجة أنه لم يجد الله عشرة عشر أبرار لكي يعفو عن هذه المدينة فرمد مدينتي سدوم وعمورة أو مدن السهل في جنوب بحر الميت ما عدا مدينة صغيرة صغر حتى ينقذ لوط وأولاده أو لوط وبناته بالأحرى فإذا والخطية ازدادت الله أرسل الأنبياء يحذرون وينذرون الناس أن الخطية لها عواقب النفس التي تخطئ عني تموت وأننا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه أي على المسيح إثم جميعنا والخطية ابتدأت تنتشر واخيرا الله ارسل ابنه وحيد ربنا يسوع المسيح لكي يموت عنك وعني بديلا عنك وعني لكي يكون الذبيحه الكامله النهائيه والاعلان النهائي والاخير الكامل اي لا اعلان بعد المسيح ومع هذا الناس ما زالت في الخطيه ولكن الله دبر خطة خلاص وهي الخطة ما كانت صدفة لكن كانت قبل تأسيس العالم اللي عاوز أقول أحبائي نحتاج إلى الخلاص لأننا ملوثين بالخطية يقول الكتاب إذ الجميع أخطأوا بدون أي استثناء إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله جميع برنا هنا النبي إشعياء بيتكلم النبي بيتكلم كخرقة نجسة ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد والكتاب بعلمنا نحن مولودين بالخطية بالخطية أنا ذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بأمي ومش بس إحنا مولودين بالخطية بل إحنا بإرادتنا نخطئ احبائي كما هو مكتوب في سفر الجامعه اصحاح سبعه والايه 20 لانه لا انسان صديق في الارض يعمل صلاحا ولا يخطئ والرسول يوحنا في رسالته الاولى الاصحاح الاول والايه 8 قال ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا فاذا الخطيه استشرت وتفشت في كل مجالات الحياه ومكتوب ايضا ان اجره الخطيه هي موت فاذا الله لابد ان, أن يدين الخطيه لان الله قدوس عادل بار لازم يدين الخطيه فالسؤال كيف اخلص وهذا السؤال اللي وجهه سجان فيليبي ماذا افعل لكي اخلص كيف دبر الله خطه الخلاص طبعا الجزاء العادل للخطيه هو جزاء ابدي غير محدود فاذا الله وحده هو من يستطيع ان يفي به لانه وحده الابدي الغير محدود فهو الذي يستطيع ان يخلص الانسان ولكن الطبيعه الالهيه لا يمكن ان يموت اللاهوت لا يموت لهذا احبائي صار الله بشرا والكلمه صار جسدا وحتى ارجع عشان نفهم مفهوم الكلمه في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا في البدء كان عند كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه فاذا واضح من هذه الايات هنا بيتكلم عن اللاهوت لاهوت المسيح المسيح الاله ولكن بنفس الاصحاح في يوحنا واحد ايه 14 مكتوب "والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا" فالطبيعه الالهيه لا تموت لهذا صار الله بشرا في شخص يسوع المسيح لهذا السبب احبائي الخلاص هو اهم موضوع في حياه الانسان، جاء يسوع في جسد بشري ولد بدون خطيئه ولد المسيح بدون عذراء لم يمسه الشيطان ولم ينخسه المسيح عاش حياه كامله بلا خطيه لكي يكون الكفاره الكامله والذبيح الكامل والحمل حمل الله الكامل والذبيحه الكامله النهائيه التي ابطلت كل ذبائح العهد القديم. سلم نفسه لموت الصليب ليس لاحد لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. ولان المسيح صار انسان امكن المسيح ان يموت ولان يسوع هو الله فان موته له قيمه ابديه قيمه عظيمه قيمه غير محدوده بموته اي بموت يسوع المسيح دفع الثمن الكامل لخطايانا وليس فقط لخطايانا بل لخطايا كل العالم يوحنا الأولى إصحاح اثنين والآية اثنين حمل عنا العقاب اللي أنا وإنت منستحقه ومن خلال قيامة يسوع المسيح من بين الأموات موته كان الذبيحة الكاملة والكافية عن خطايانا وفي نفس الوقت إنه الوحيد الذي يستطيع أن يرضي الله ويوفي المطالب والعداله الالهيه وفي نفس الوقت لم يفقد المحبه فهو محبه وهو عادل وهنا التوازن في الصفات الالهيه فاذا احبائي هذا هو الخلاص اللي احنا بنتكلم عنه الخلاص اللي بنتكلم عنه هو الخلاص يعني من الخطيئه هو التحرر من سلطه الخطيه والخلاص من عقوبتها ومن شدتها ومن مراوغتها ومن قسوتها فالخطية أحبائي خاطئة جدا فالكتاب المقدس يصف الإنسان أنه ميت بالخطايا والذنوب أنه في الظلمة وأننا في حالة الهلاك والضياع وأننا نستحق الجميع الجحيم فإذا استحالي أي نبي أو أي إنسان يكون كامل حتى يقوم بخلاص البشرية، عاش بيننا وضحى بنفسه طواعية واختيارا من أجلنا وسلم نفسه لموت الصليب ولأنه إنسان أحبائي مات على الصليب حتى يتعاطف مع الإنسان ودفع الثمن الكامل لخطايانا هذا العقاب مثل ما ذكرت انا وانت بنستحقه ولان المسيح قام وارض الله فخلاص صار انه مجرد في نظره التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه فالسؤال مره اخرى كيف اخلص وكان جواب بولس بكل وضوح امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، فالجواب انه جاء المسيح ليخلص لانه اتم بل اكمل العمل كل ما عليك هو ان تؤمن فقط مكتوب لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا عمله مخلوقين بالمسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فنلاحظ أحبائي أن الخلاص هو هبة عطية مجانية بنعمة الله فالخلاص بالدم مثل ما ذكرنا والخلاص هو بالنعمة النعمة العطية المجانية التي لا نستحقها ولا نستطيع أن نعمل لأجلها وكم من الأعمال التي أو نستطيع أن نرضي الله ومتى نصل إلى الحالة أن نقول بأعمال استطعت أن أرضي الله لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس استحالة إنك توصل بالأعمال وكيف ترضي الله بالأعمال يقول أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية فهل الاعمال ترضي الله شيء طبيعي ان الاعمال ينبغي ان تكون نتيجه وبرهان الخلاص لا تستطيع ان تقول انا مخلص واعمالك وشهادتك عكس ايمانك فشهادتك وايمانك واختبارك واعمالك تبرهن وتترجم ايمانك بيسوع المسيح كثير ناس بتدعي الايمان ولكن هذا الايمان بعيد كل البعد عن معرفه الله قال يسوع المسيح انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى قال يسوع المسيح انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي وكما عبر الرسول بولس عن هذا الخلاص قال صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول ان يسوع المسيح قد جاء الى العالم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا وكما قال الملاك للمطوبه مريم تدعو اسمه يسوع او يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم وكما قال بطرس الرسول وليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص فاذا احبائي ينبغي ان تاتي بالايمان الكامل في شخص ربنا يسوع المسيح ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص احبائي كان جواب الرسول بولس امن بالرب يسوع المسيح المسيح هو رئيس خلاصنا وهو رئيس الحياه ورئيس الايمان الرب يسوع هو مصدر ايماننا وهو القوه الذي يعطينا حتى نؤمن في شخصه المبارك وهون أحبائي عندما يقول آمن بيتكلم عن الإيمان الكامل وهذا الإيمان أحبائي مش مجرد أي إيمان. خليني يمكن سمعتوها من قبل وهي تعلمتها من قسيس مبارك. في الإيمان النقلي هذا هو إيمان الشياطين. الشياطين تؤمن بل تقشعر وكانت تؤمن أتيت قبل فوات الأوان لتهلكنا آمنت أن يسوع المسيح هو الديان والشياطين آمنت أنه قدوس الله والشياطين آمنت أنه ابن الله والشياطين طلبت إذن من يسوع المسيح عندما أخرج الشياطين والأرواح الشريرة من لاجئون أو من الشخص اللي كان مسكون في ألاف من الشياطين عند طبعاً في كورة الجدريين فإذا هذا الإيمان الشياطين إيمان يعني إيمان عقلي لكن ما صبش القلب في ناس عندها معرفة ولكنها بتتحجر في إيمان نقلي إيمان النقلي هو إيمان الأقدمين إبراهيم، إسحاق، يعقوب الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لويس ثم أمك أفنيكي وانا موقن انه فيك وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص بالايمان بربنا يسوع المسيح، فاذا مثل كورنيليوس كان مؤمن بالله او ليديا بائعه الارجوان كانت تؤمن بالله ولكنهم يحتاجون الى رساله خلاص لكي يؤمنوا بعمل المسيح الكامل على الصليب وقيامته من بين الأموات ثم الإيمان الشكلي وللأسف أقول أن هذا إيمان الإسميين يعني المسيحيين الإسميين لأنه ولدوا مسيحيين ولكنهم بعيدون كل البعد عن حياة يسوع المسيح ثم الإيمان القلبي هو إيمان المفديين لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص حتى أراجع الموضوع قلنا إيمان العقل إيمان الشياطين إيمان النقل هو إيمان الأقدمين الإيمان الشكل هو إيمان الإسميين والإيمان القلب هو إيمان المفديين بدم الرب يسوع المسيح فعندما اقول الايمان الكامل هذا الايمان ينبغي ان يكون مقرون بالتوبه ولكن حتى نصل الى حاله التوبه لازم يكون في اعتراف ما فيك تامن او تتوب بدون ما تعترف بخطيتك وإن بتقر بخطيتك ترحم يقول الكتاب ومن يقر بها ويتركها يرحم فإذا أول شيء لازم بهذا الإيمان هو الاعتراف الاعتراف بخطايانا أننا أخطأنا في حق الله وقداسة الله وأخطأنا إلى الإله الغير محدود فعقاب خطايانا ينبغي ان يكون غير محدود والاعتراف بربوبيه يسوع المسيح يسوع هو المخلص الوحيد هو الرب الوحيد وهو الطريق الوحيد وهو الملك الوحيد وهو السيد الوحيد نعترف بيسوع ثم نعترف ايضا بخطايانا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم ثم التوبة يقول كتاب توبوا وآمنوا بالإنجيل فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل أعمال الرسل 17 آية 30 فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب وهذا طبعا موجود في اعمال ثلاثه ايه تسعه عشر فاذا هذا الايمان مقرون بالتوبه يعني العمله ذات الوجهان وجه انك تؤمن بيسوع والوجه الاخر انك تتوب وتعترف وتقر بخطاياك تتركها ترجع عنها تعمل فصل كامل قطع كامل للماضي وان تعزم وتصمم ان تتبع يسوع المسيح باراده خاضعه باراده كامله ان تتبع يسوع المسيح كمخلص الخلاص احبائي من دين الخطيه فهي عبء حمل والديون احنا منعرف المديونين يعني بيشعروا بأثقال وأحمال دين الخطية ووصفها يسوع بالدين يعني في المثل في متى 18 بيتكلم عن عبد كان مديون بعشر آلاف وسامحوا في عبد تاني ما سمحوش بالمئة دينار وبالمثل اللي تكلموا لسمعان عندما جاءت المرأة الخاطئة في لوقا إصحاح سبعة وتكلم عن مثل 500 دينار والاخر 50 دينار وسامح فيعني اللي سامحه بالاكثر هو اللي اختبر اكثر فاذا المسيح او الكتاب يوصف انه الخطيه هي الثقل هي عبء هي دين فالمسيح حررنا من دين من دين الخطيه من سطوتها من قسوتها اللي بتعمل شيء ثاني الخلاص من سلطه الخطيه فالخطيه لها سلطان بتاذي وبتشوه وبتلوث الجسد والنفس والروح والخطيه لها سلطان محتاجين انه نتحرر منها نتحرر بالكامل بسلطان يسوع وبقوه دم يسوع المسيح يعني ان نترك العادات السيئه و نبتدي نسير بموجب وان لا نسير بموجب ميولنا او نزواتنا المنحرفه والمبتعده عن قداسه الله يقول الكتاب المقدس تمموا خلاصكم بخوف ورعده لان الاله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المصره الرب يعطينا الاراده حتى نتحرر من سلطة وقسوة وتاثير وبشاعة الخطية فالخلاص هو تحرير الانسان من دين الخطية من سلطة الخطية ومن عبودية الخطية بكل معنى الكلمة. خليني اخذ مكالمة احبائي قبل ما استكمل حديثي. معنا الاخت يوستينا من شمال افريقيا أهلا وسهلا أختي يوستينا أختي يوستينا أنت معانا على الهواء أوكي طيب خلينا أكمل آه عاوز أقول أحباء الشيء مهم جدا الخلاص لا يستطيع أحد أن يقوم بعمل الخلاص إلا الله وحده مكتوب طلب رجل من بينهم يقف في الثغر ولكن اللي خلص خلصت يمينه ذراعه فالخلاص أحبائي هو عمل إلهي كامل اسمعني بكل وضوح هو عمل إلهي كامل لا دخل للإنسان فيه قط مطلقا استحالة بتتذكروا لما في شاب أجا ليسوع المسيح وكان السؤال ماذا اعمل لارث الحياه الابديه اجاب جاوب المسيح بحسب مفهومه موضوع الوصايا ولكن السؤال من يستطيع ان يطبق الوصايا اذا يعني فعلنا كل الوصايا واخطانا او عثرنا في واحده فنكون مجرمون في الكل فإذا ما في خطية تبررها عن خطية تانية وشيء آخر قال يسوع إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسين لن تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله فإذا الخلاص بطريقتين إنك تكون إنسان كامل تعمل الوصايا الكاملة تكون بلا خطية بلا عيب أمام الله هاي النظرية الأولى سقطت لأن الكتاب حكم علينا إذ الجميع بدون استثناء من آدم إلى آخر إنسان أخطأ الأنبياء كله كله أخطأ ما عدا يسوع المسيح فإذا المعادلة الأولى سقطت هنا بيجي الفكرة الإلهية في موضوع الخلاص وقبل ما أتحدث عنها يمكن رجعت الأخت يوستينا أهلا وسهلا أنت معنا على الهواء سلام المسيح أهلين قسيس سلام المسيح معك يا أخت يوستينا أهلا وسهلا فيك إذا ممكن تعرفي عن نفسك ل... لأحبائنا المشاهدين أهلين بجميع الناس اللي بيتابعونا أنا يوستينا من شمال إفريقيا أهلا أهل وسهلا تفضل أخت يوستينا إيش على قلبك أهل تشاركي أهلا فيكم أنا حبيت أشارككم محبتي للمسيح وحياتنا قبل وبعد إيماننا بالمسيح وكيف الإنسان يتغير من الداخل وقت يؤمن بواب يسوع يصير يحب الناس يصير إنسان فعال في المجتمع مم. حتى أن داخلك راح يتغير وهذا عن تجربة خاصة لذلك ندعوكم للإيمان بالسيد المسيح شو اللي صار معك يا اخت يوستينا اللي صار معنا انه إشنا مشاكل كثير واضطهادات ومع ذلك نحن سعيدين لانه كل ما ضيقوا علينا وكل ما اضطهدونا الا نعرف حالنا نحن في الطريق الصح تفضل اخت يوستينا كملي احنا عم نسمع حبيت أقول لكم أنه الإيمان المسيحي جميل وراقي وإحنا كشعوب مظلومة ومسلوبة الإعادة ما عرفنا الإيمان حامونا من الإيمان برب يسوع المسيح فرضوا علينا الدين يأمر بالعنف للأسف أنا أنا لا أحاول أن أقلل من من المسلمين لا أنا أحاول أن أعطيهم صفعة وعي يعني حاولوا تنظروا إلى مجتمعاتكم المضطهدة مجتمعاتكم اللي, اللي فاسدة يعني إحنا اليوم في أزمة أخلاق مم. حاولوا تبحثوا عن السبب الأساسي لماذا نحن بهذا الشكل لماذا الدول المسيحية متطورة وعندها إنسانية وتحب الماء والطفل ولماذا المجتمع الإسلامي يكره الماء يكره الأقليات يكره حتى بعضهم بعض تخيل نحن في شمال إفريقيا تربينا على ثقافة الكره من وأنت طفل تكره تتعلم فقط تكره ولا تحب بينما المسيح علمنا الحب علمنا أن نحب حتى عدونا بدي أقول كلمة ولو أني ما حبيت أقولها بس انظر نحن كشعبين شعب شمال إفريقيا الجزائر والمغرب كيف يكرهوا بعضهم شعب واحد <applause> الإسلام يا أعزائي لم يعلمنا الحب المسيحية نعم تعلمنا الحب ولكن الإسلام لا يعلمنا سوى القوة سوى حبيت أقول أن سبب ضمان هذه القيد الفاسدة علينا أن نتوجه للمسيحية أن نهرب للمسيحية لأن المسيحية تصنع منا أشخاص طيبين تصنع منا أشخاص ذو قلب رحيم فقط هذا اللي حبيت أقوله حبيت أقول لكم انظروا إلى سبب معاناتنا واحتعرفوا السبب أحتعرف أن كلامي صحيح ربنا يباركك يا أخت <applause>

احنا مش عارفين اذا احنا ايش اليوم او لا يعني ممكن بكره يقتلونا ولكن اللي يهمني انه فكرتي وصوتي يقعد صوتي يوصل للعالم يسمعوني أمين. العالم امين امين ربنا يباركك وربنا يحميك اخت يستينا وانا عاوز اقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسو قلوبكم اليوم هو يوم خلاص الخلاص احبائي هو عمل الهي كامل لا دخل للانسان فيه اطلاقا فالخلاص هو فكره الهيه والخلاص هو مبادره الهيه والخلاص هو انجاز الهي الخلاص فكره الهيه قبل ما اخطا ادم وحواء الله طبعا ما تسالني الصعب كيف شويه التراب اللي هون تفهم الله الغير محدود فهي فكره الهيه مكتوب احبائي وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا فالله خارج عن نطاق الزمن غير محدود في الزمن ولكنه يتعامل في الزمن هاي فكرة يعني قبل قبل تأسيس العالم مكتوب أيضا فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب لاحظ بروح أزلي في بطرس الأولى إصحاح الأول والآية 18 عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذاب وبكمل يقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكنه أظهر لكم في الأزمنة الأخيرة فأظهر من أجلك ومن أجلي ثم هي مبادرة مثل ما حكيت فكرة وهي مبادرة إلهية، الله اللي أخذ المبادرة أن يصنع أقمصة من جلد لآدم وحواء. الله اللي أخذ المبادرة فكل الأديان النبي بحاول يوجه الشعب لله ولكن المسيحية فقط تعلم أن الله هو الذي أخذ المبادرة وجاء للإنسان من خلال شخص يسوع المسيح والكلمة صار جسدا. ولكن ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه الكيفيه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني فاذا هي فكره الهيه مبادره الهيه وانجاز الهي احبائي مكتوب احبائي الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فاذا هذا العمل هو عمل يسوع المسيح متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بالمسيح يسوع ربنا. خليني اخذ كمان مكالمة من عدنان عدنان من سوريا اهلا وسهلا تفضل انت معنا على الهواء ربي يباركك سلام الرب يسوع المسيح القدير اخي الغالي القسيس نزار وسلام الرب معك سلام. يا اخ عدنان اهلا وسهلا فيك ربي يباركك سلام المسيح لك وللقناه ولكل المشاهدين واللي بيسمعوا صوتنا شكرا تفضل اخ عدنان انا في الحقيقه انا اسمي عدنان من سوريا مدينه عفرين مدينة كرديه شمال سوريا سوريا ربي باركك الله يسلمك انا لي فتره في المانيا قرابه تقريبا عشره اشهر اشكر الرب انه في صلواتي الرب سمع واستجاب وخلاني اتعرف على اختي دينا واشكر رب لاجلها انه خلتني وساعدتني اني اتواصل معكم والرب سمح فرصة أني أشارك معكم في اللقاء هذا تفضل أخ عدنان آه آه أخي المبارك إذا لو تكرمت لو سمحت أنا حابب أن أبدأ بصلاة بسيطة إذا تفضل. ممكن نعم يا رب إلهنا الصالح أشكرك أيها الأب السماوي أيها الخالق العظيم خالق السماوات والأرض يا من خلصتني وعرفتني ذاتك باسم الرب يسوع المسيح أشكرك يا من تكلمت فيه من خلاله مكتوب كلامك قلت حيثما ما اجتمع أسنان او ثلاثه هناك اكون في وسطهم. يا رب انا اشكرك يا رب انا اصلي يا رب يا رب بحت هالاتصال في بين ايديك يا رب تحت حمايتك يا رب. يا رب بين يديك القديرتين يا رب تحت حمايه غطاء دمك الكريم يا رب ولمجد اسمك يا رب يا رب انت تكلم من خلالي يا رب انا اصلي انه 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 اختباري يا رب واتصالي واختباري يكون لمجد اسمك ولخلاص نفوس كثيره يا رب يا رب يا من مكتوب كلامك قلت اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل الخليقه كلها نعم يا رب يا من عرفتني ذاتك في تركيا يا رب واوصلتني بي الى المانيا يا رب نعم يا رب لكي ما اشهد لاسمك القدوس المبارك رب الارباب ملك الملوك الحي القيوم المقام من بين الاموات يسوع المسيح امين يا رب امين امين تفضل اخ عدنان آه حضره القسيس نزار انا آه حوالي تقريبا آه سبع سنوات انا امنت بالرب يسوع المسيح الرب عرفني ذاته انا كنت آه من خلفيه اسلاميه مسلم بسيط عادي أغلبية الكرد المسلمين هن مسلمين بسطاء مش متشددين وأنا كنت في صلاة أصلي وقت ما كنت في إسطنبول أشكر الرب أنه خلاني أسأله أبحث مرة من المرات زوجتي راحت طبعا هي كمان مؤمنة بالرب يسوع المسيح زوجتي راحت قالت لي انا بدي اروح مع بنت خالتي لعند اخت آه مسيحيه هي كمان من حسكه من سوريا قلت لها ما عندي مشكله وانا كنت في هذاك الوقت اصلي صلاه اسلاميه كنت مسلم عادي اصلي كمان ما عاندت وما رفضت بعد فتره من الفترات راح وقت قرابه أربعة خمسة اشهر اشهر انتقلت من بيت لبيت ثاني آه وبالصدفه فتحت اليوتيوب آه سمعت للاخ يمكن وجيه رهوف اذا ماني بخربط آه اخ مصري بعنوان فيديو بعنوان الله المسيح هو الله من القران والتوراه والانجيل من التورات والانجيل والقران فتسمعت الفيديو الاخير آه قرابه الساعه 12 بالليل ركعت على ركبي وناديت للخالق. قلت يا رب. كلمته وطلبته قلت له يا الله يا خ... يا... يا رب خالقي وخالق السماوات والارض. آه... يمكن اذا البعض آه... يعرف او سمعانين في بمطرب كردي مشهور اسمه شوفان بروار. <applause> آه. قلت يا رب شوفان بروار معروف انه بيتكلم ب 32 لغه، لكن انت اله وخالق شوفان بروار. أنا رح أكلمك باللغتين بس الكردية والعربية يا رب أنا راح أسألك مين هو المسيح أنا لا سألته مين هو يسوع أو أو عيسى قلت مين هو المسيح هل هو نبي كباقي الأنبياء كما هو مذكور في القرآن أم هو شخصك وتجسدك على الأرض يا رب أنت إله قادر لا تخضع لتجارب وطبعاً بالكردي كمان باللغة الكردية سألت الرب كلمته وخاطبته وإذ في وضعت رأسي ونمت آه قرابه الساعه 4 آه الصبح آه انا في حلم أخي نزار واقف امام باب على مسافه بعد 10 آه 15 عشر عشر متر واذ يدين على على سطح الباب آه بيبرموا بيبرم اليدين اليدين ببرموا ببرمه الايدين دول بيطلع صوت قوي منه بيقول باسم الرب يسوع المسيح وطلع على على يمينه من, على يمين السور من فوق شخص بنور عظيم ما قدرت اشوفه هذا في حلم اخي نزار وبعد منا انا استيقظت فقط من نومي فورا والعفو قعدت على مقعدتي وخرج من من طرف اليمين بسرعه البرق شيء طلع من طرف اليمين اسفل البطن وانضرب على على فخذي لتحت بصوت وبتقل بوزن هذا اول اختبار انا عرفت الرب إيه اخ عدنان إيه نعم اخي إيه اه انت شوقتني اكثر انه ان شاء الله اخ عدنان انا عاوز اعمل حلقه اللي عاوزك تشارك اكثر بكل اختبارك لانه فعلا شيء عجيب وعظيم انا بقول لانه حابب اعطيك الفرصه الاكبر ولكن الوقت عم بيجري بسرعه اخ عدنان بس انا عاوز لو تختمها هيك بكم كلمه اللي عاوز توصل رساله و... وبحب يعني بعد اذنك انه نعمل هيك مره ثانيه تاخذ فتره اطول تشارك هذه الاختبارات لانه فعلا إشي عجيب وشيق جدا تفضل اخ عدنان نعم امين انا في الحقيقه طبعا اجاني الرب يسوع المسيح بعد منه بفتره كمان كلمت بنفس الطريقه وطلبت الرب الخالق اجاني ولمسني على كتفي اليسار لكن انا حابب باختصار انا كوني انا اسمي او سميت نفسي مش عابر عائد الى الاله الحق اللي بيسمع وبيستجيب انا وجه صوت إلى كل من هو يريد أن يعرف الإله الحق أنا أقول له تعالوا إلى من مكتوب كلامه تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيدي الأحمال وأنا أريحكم آمين أخ عدنان آمين حبيبي يعني ريت أنا يعني طمعان آه وربنا يباركك أنه هيك نعمل كمان مشاركة بس تكون أطول اللي تشرح أكثر لأنه حابين انك تخبر اكثر يعني عشان في كثير ناس اللي هي مثلك بين البينين يعني مش عارف ياخذ القرار فاعتقد انه كلامك اكيد راح يوضح امور كثيره، انا بعتذر لك يا اخ عدنان ربنا يباركك وراح يكون لنا لقاء ثاني بنعمه الرب، ربنا يباركك يا اخ عدنان. طبعا يعني واحده من المشاكل هو الوقت احبائي ولكن الكتاب بعلم امن بالرب يسوع المسيح فتخلص ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت فاذا احنا محتاجين ان نيجي كالابن آه الضال ابن الضال مكتوب فرجع الى نفسه وقال قد اخطات الى السماء وقدامك او مثل داود عندما اكتشف امام النبي نثان خطيته الفظيعه الشنيعه قال هذه العباره قد اخطات الى الرب فالشيء المهم في ايمانك بالرب يسوع ان تدرك انك انت خاطئ وانك انت محتاج للخلاص لانه وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه والمسيح يعني مكتوب عنه الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فكان لازم يسفك دمه لأن نفس الجسد هي في الدم كما يقول في سفر اللاويين إصحاح 17 والآية 11 وبالرسالة إلى العبرانيين بدون سفك دم لا تحصل مغفره للخطايا ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا والكتاب بسطها لان كل من يدعو باسم الرب يخلص والرب ميز يسوع اذ قال عنه هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا فانا بصلي انك تحصل على الخلاص الخلاص من الخطيه الخلاص من عذاب الضمير من عذاب السعير يعني جهنم من بئس المصير يعني جهنم النار الابديه لكن تؤمن بيسوع لكي تستمتع بالحياه الابديه الخلاص من غضب الله اللي انسكب او على وشك ان ينسكب على العالم الخلاص الابدي الحياه الابديه والضمان الابدي في يسوع المسيح الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه مثل ما ذكرت حالتنا احنا منفصلين عن الله ولكن الله بمخطط العجيب احبنا ارسل يسوع كيف ممكن اتجاوب يقول كتاب كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاص هذا مقداره والله بيستخدم كل الطرق وكل الوسائل حتى يلفت انتباهك كثير مرات الله بيستخدم الكلمة، كلمة الله. الله بيستخدم الروح القدس. الله بيستخدم العناية، مثلا في اختبار عدنان، شوف كيف الله من خلال حلم، من خلال إعلان ورا الحياة الأبدية، ورا أنه هو المخلص باسم يسوع المسيح. ومرات كتير الله بيستخدم الخدام بيستخدم الخدامه اليوم نقول لك امن بالرب حتى تنجو من القصاص من الدينونه، فالله بيستخدم كل الوسائل حتى يجتذبنا الى نعمته. وعلى فكره هذا الخلاص يتضمن خمس امور بحال ايمانك بالرب يسوع المسيح. الخلاص هي الكلمه الكبيره يعني اول شيء بتحصل على التغيير تتغير اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه وهذا الشيء الثاني التبني اصبحنا اولاد الرب بالتبني شيء ثالث حصلنا على التبرير وهذا التبرير موقف قضائي، الله يحكم ببرك وبراءتك من خلال دم يسوع المسيح، من خلال شخص يسوع المسيح، أصبحنا بر المسيح. نحصل على التجديد من خلال الولادة الثانية وأيضاً نحصل يعني على التقديس، نتقدس نصبح قديسين مقاماً في من خلال عمل الخلاص الكامل وطبعا يعوزني أن أتكلم يعني وقت طويل عن الامتيازات وبركات الخلاص ولكن أريد أن أقول لا تقامر بحياتك ولا تغامر بأبديتك أو نفسك مثل ابحث مثل عدنان ومثل يستينا آمن بالرب فتخلص أنت يعطيك الحياة الأبدية بتكون سبب خلاص لكل من حولك الرب يباركك الى اللقاء